محمود؟ ايوه كبرت يا محمود وطلع لك شنب. وانت يا جهاد كبرت وحلقت شنبك. فاكره جهاد واحنا صغيرين؟ فاكره لما كنت بتلعبي قدام باب القصر وقعت في الطينه وقعدت تقولي ايه؟ اشوفك يا حبيبي. ايوه ودي ايام طبعا حد يفتكرها. لكن السعاده لا تدوم طويلا حيث جاءت انجا مفرقة الجماعات وهادمة الملذات. أقسم بالله العظيم ما حد ياخدك مني أبداً. جهاد تعالي هنا. سيبيني خمسة والنبي أنجا. هي كلمة تعالي هنا بدل ما أجيبك من شعرك. سيبيني خمسة يا أنجا في إيه بالظبط مش فاهمة؟ ممكن تتكلمي معايا أنا؟ اتوكس محمود وروحي معايا. يلا يا حلوة. باي باي. باي باي. يلا يا بحبك أوي. مع السلامة. باي 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 باي. السلام عليكم. باي باي محمود. يا حلو تعبت محمود. عمرك يا مولاي. اخطايا محمود اخطايا. احتل داوين البلد كلها بالجيش اللي تبعه. وانت عرفت الخبر ده ازاي يا مولاي؟ صفحة احنا اسفين يا اخطاي مغرقة الدنيا بالخبر. تنايم على ودانك يا محمود بيه. تعداد جشمي قد ايه يا حودة؟ احنا تعدادنا اكبر منهم بكتير يا مولاي ومجهز على اعلى تقنية. بس دي تبقى حرب أهلية. بص يا محمود أنا عارف إن في 70-30 بيلعبوا جوه القصر وأنا بحذر لو عرفت مين بيلعب جوه القصر هلعب معاه. أنا صاحب القصر وألعب براحتي. مولاي مالك النهاردة في إيه؟ اللي أنا عايز أقوله لك يا محمود إن أنت قائد الحرس بتاعي وأنا الملك واجب عليك تحميني. أحميك؟ يعني أعمل إيه؟ يعني تقتل أخطاي. إيه؟ أقتل أخطاي؟ ايوه اقتل اخطاي. يعني عايزني انا اقتل اخطاي؟ يا عم ما تعدي الجمله يا عم. خش بعد اقتل اخطاي. يعني ما تقولش اقتل اخطاي. نلجأ للمحاكمات يا مولاي قضاءنا الشريف. القضاء ده كمان فاسد ولازم نطهره واخطاي لازم يتقتل. أنا آسف يا مولاي ما أقدرش أخضر. الجيش المصري واجه ما يخضرش. بعد إذنك يا مولاي. إذنك معاك يا حودة. أديك عرفت القصر بقى تعالى. سلام يا حودة. وفي خضم هذه الأحداث، في خضم كجملة صعبة جدا، في وسط كل اللي بيحصل دول تكتشف شجرة الدر إن عز الدين أي كان متجوز قبل كده واحدة عرفي ومخلف منها عيل أهبل اسمه منصور لهبل. وين يا وين يا وين يا وين يا وين وين يا وين يا وين يا وين يا وين شكلك على الأبيض. أبويا بقى الريس. أبويا بقى الريس. قال له صحيح يابا أنت بقيت الريس ولا ده حوار أنت مركبه علينا؟ لا أنا اللي بقيت الريس. أخيراً وصلت للكرسي ده بعد 80 سنة. الكرسي ده بتاعي لوحدي. يا بتاعنا ما تشدش ما تشدش أنتي. بقول لك بتاعي لوحدي. بتاعي خد تعالى أقول لك يا حبيبي. تعالى شوف أنا جايب لك إيه. خد الحصان ده وروح العب بيه مع عمو سلامة. روح روح روح. عمو سلامة يا عم. أيوة يا منصور يا بص يا عم سلامة يا عم الحسين ده حلو قد ايه؟ معلش يا حبيبي انا ما بعرفش ابص. شوف يا عم سلامة يا عم الالوان فيه عبقرية بسم الله ما شاء الله. انا ما بشوفش يا ابني ما بشوفش. انظر يا عم سلامة يا عم بطن الحسين مخروطة خرطة الواد صنايعي. ما بنظرش يا ابني ما بنظرش. طب اعمل ايه يا عم سلامة؟ شوفه كده وريني وريني. والله ده ايه الحصان الحلو دون. يا انا هلعبك لعبه حلوه ياض يا منصور دلوقتي. الحصان ده اهو شايف الحصان اكله جوه بطني كده اهو. ايه رايك في ايه؟ انا اكلت الحصان اهو. ما ده هيجيب لك انت مشاكل. انا خلاص الحصان بقى جوه بطني. ايوه انت اللي هتتعب. ما هو الحصان معايا اهو. ما انا عايز الحصان. مفيش حصان. لا هتجيبه يا عم سلامة. مفيش حصان. لا هات الحصان يا عم سلامة لو سمحت. يا
مش هزار. عم سلامة أنا زعبلاوي وممكن أعملها معاك. حصان. أيوه هاتوا. طب بص أوريك 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 أوريك. أوه طلعته من ودني، خد يا عم الحصان. ده أحسنك أنت يا عم سلامة. هو يا ابني الحصان بتاعك مش ده الحصان بتاع عم سلامة؟ بص إيديك أنا مصدع من الصوت. هات حصان. الحصان اهو يا حبيبي، اهو الحصان بتاعك اهو. عم سلامة انت راجل كبير وقد ابويا ومش عايز اعملها معاك. يا حبيبي الحصان اهو يا حبيبي اهو، اهو بالوانه بص الصنايعي اهو. يا ابويا يا ابويا خد الحصان، يا ابويا خد الحصان، يا ابويا خد الحصان، خد الحصان يا ابويا خد الحصان، خد الحصان، خد الحصان يا ابويا خد الحصان. اهدى اهدى، ايه اللي خدته منه ده يا سلام؟ افتح لي بطني وهات لي الحصان بتاعي. حاضر حاضر. حاضر ايه؟ هتفتح بطني حاضر ايه؟ معلش الواد عبيط. خد خد روح العب هناك. هو فعلا الولد ده عبيط؟ عبيط بس ما تسيحش والنبي. لا انا هقول لمصر كلها بس. مولاي مولاي الحق الحق. خير يا مرعوب؟ شجره الدر جت؟ جت. طب خليها تخش، بس خد معاك الواد ده واوعى ترعبه يا مرعوب، اتكلوا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القزم ده لا لا تيجينا ولا نيجيك. صاحب البيت اسمه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بعت لأقطاي عشان يجي هنا؟ ايوه يا شجرة. وفهمه ان انا اللي عايزاه؟ ايوه يا شجرة، الحرب خدعة. انا مش مصدقة. طب انا هبعت لأقطاي واقول له اني ما طلبتوش. ايه يا مولاتي؟ هو نغاب القرد؟ العب يا ورداتي. ياه قلبك الطيب الشريف النبيل المصلي بقى اقطاي تاني. انت بتشبهيني بالفاسد ده؟ اما كنتش تشبهيني صح ما تشبهينيش. عموما الفاسد اللي انت بتتكلم عليه بكره التاريخ هيثبت اللي ليه واللي عليه. مولاي مولاي الحق الحق. خير يا مرعوب؟ اقطاي جه بره. جه لعذر، خليه يخش يا مرعوب. حاضر. مولاي أقطاي. أفندم أنا موجود. أنت عايز إيه يا شجرة العنب أنت؟ كل شوية تبعت لنا ولا إيه؟ إزيك يا أقطاي؟ أنت اللي بعتني؟ أيوة أنا اللي بعت لك يا أقطاي. عايز إيه؟ عايز كل خير. ولأول مرة يجتمع أقطاي مع عز الدين أيبك مع شجرة الدر، وكان رابعهما الخيانة، حيث اتفق عز الدين أيبك مع أردوغا على أن يقتل أقطاي، ودفع لأردوغا مبلغ من المال في كيس من القطيف الأحمر. ذهب أردوغا إلى أقطاي، سلم عليه، قال له تفضل، ثم أخرج خنجره وقتل أقطاي. مات أقطاي ولكنه قاوم وقام مرة أخرى، فقال له ألم يكفيك خير؟